بعد 20 يوما من الحادث المؤلم، تسلمت العائلة جثمان رهاد ابن 43 عاما من دون الطفلتين اللتين جرى دفنهما في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، من دون أن تتمكن والدتهما من دفنهما في البيرو كما أرادت، وذلك لمنعها من السفر من دون معرفة السبب. دفن رهاد في بلدته كفرة الجنوبية في الوقت الذي لا تزال ظروف قتله هو وعائلته غامضة، إضافة إلى شح في المعلومات، بحيث أن التحقيقات تجري بسريات تامة، حتى منزله في تكساس مقفل بالشمع الأحمر ومنعت عائلته وزوجته من دخوله. إن شاء الله بتسلموا وتكون خاتمة الأحزان. الله يسلم ويطولكم عمركم. احنا بهمنا نوضح للرأي العام كله أنه رهاد عز الدين تعرض لمحاولة اغتيال مؤسفة ومحزنة هو وبناته. شو الأسباب لازالت غامضة، ولكن هذا الموضوع نحن وصلنا له، لا بل أكثر، أنه كاين متعرض لضرب قبل ما يقوسوه يعني، وهذه شغلة بس بهمنا نوضحها للرأي العام. هلا أكيد ممكن الحصول على تقرير تاني بيعطي التفاصيل أكثر. التقرير اللي كان هو مطلوب لتحديد إنه هل هو قتل أم انتحر. طبعا التقرير أعطى إنه هو قتل وبجريمة مدروسة ومنظمة، ويعني مجرمين حتى يلحقوا إنه أطفال طفلتين صغار يعني 5 سنين و9 سنين يلحقون على أوضة النوم ويقتلون، فهذه مجرمين يعني متأصلين في الإجرام. والدة رهاد تستذكر آخر اتصال به قبل 3 أيام من وفاته، وأخته تروي ما أخبرتهم الزوجة به. قبل يعني ما تجوا بثلاث أيام كمان اتصل، حكي معه مصطفى، شو انبسط، وقلنا له كيف الولاد، قال كل شيء تمام. قلت له امتى بدها تجي كارلا، قال هاليومين جاي، عم تضب اغراضها وجاي هاليومين. قلنا له كيف انت صحتك، كنت مقرب، قال لا الحمد لله انا مليح والبنات مليح وكل شيء تمام، يعني ما عنده اي مشكله ولا شيء ابدا ابدا هيك. وانبسطنا كلنا. عم تتواصلي مع زوجته؟ من وقت للتاني. ايه شو بتقول؟ هي كانت من بعد ما رجعت يعني عندها شويه ديبريشن من ورا هيدي الجريمه اللي صارت، وبالنهايه ما عندهاش معلومات. صحيح هي اللي بلغتنا بالجريمه اللي صارت يعني، بس هي مثلنا ما عندها معلومات. هي اي ساعه بلغتكم؟ فرق التوقيت بيننا وبين هونيك. هلا هي وصلت على البيت 7، نحن كانت عنا يعني بالليل. قتل رهاد والطفلتان زينب وليلى في 21 من كانون الثاني، وبحسب التقرير الطبي الصادر من ولاية تكساس حيث وقع الحادث، أن رهاد قتل بإطلاق رصاصة في فمه من دون أن يشير إلى تفاصيل أخرى، في انتظار الفراغ من التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية المعنية.